يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة والمال والمال صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا عذين وأتاك العود يا بكي مرحبا محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد
سعد أبد قد تمنى وانجلى عند الحسين بك يا بدر تجلى صلى الله عليه وسلم مقبولا بإذن الله يا محمولا بحمد الله يا فاشرق بباد الفضل وقال القنوع من نور وعظم الخلاء في أقل بعد من بقى من الخلاء كما دخل في من فضل أول بدل هذه المعجزات بمخلول النار فارس وسنقود الأسفاد ولما هذا الصيام بأنواع من السماء بشر المخلوقات ورجع عن كل جبه إبراهيم من الجيمين وهو بسرعة سنرى ضد الخادي لما قلق من سنا ونور الساتي وأشرق من بعيد إلى أمامي حتى يورض على المراضي اللهم صل وسلم وبارك عليك كلما يفهم على أدر الغتيبة الذي دار الغيبة قال ذي الطيور له والغفول والاخضر به حمد العظيم قال ذي الوحوش له اولى بذلك لكن من اولى الشرف العظيم الى يا بشر الامه من سكون فان الله قد حكم له في سمك حكمه القديمه بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون رضي الحلم ذي الحليمه اللهم صل وسلم وبارك عليك ثم أرون أدم مرون عم الإنس لباس بنوه في ضي الغيب نسعى ذات الحلم من أبي دعيب فلما وقع الظلو عليها باد أرض مصريعة إليه وضع أدم في جرح وضمد إلى أصريا عشان مدرس ما خرجنا من السماء نور الحيوان قام السماء وحملت إلى روحها وحيد وضحل ذبي إلى وليا فلما وصل به الى مقامها عاين ما قضى على اجنبيا وكان من ظلمها ومن وراء من غملنا قد رفع له وقدر ما سال حدها ودرنا في حلة العنف والامان وادخل بينك وادي بعين سميان اللهم صل وسلم وبارك عليك
فبينما هو ذات يوم للبعد عن الأوضان إذ أقبل وعلي من زلزال النفس كان وجه يوم الشمس والقمر فانطلق الزبيان عربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم مدعم جبا فأرجعه على الرمال إذ جاء خفيفا وشق عبد من أمشق لذيفا ثم أخرم عبد وقلب شيد الوعود العدلان أشرحه بسكين الإنسان على سيعوا من حيوان الشيطان وملعوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وعادوا إلى مكان مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم وسويا كما كان اللهم صل وسلم وبارك عليك. فقالت الملائكة يا حبيب الرحمن لو علم ذا ما يرى بدومك من الخير لرفض ولا حرى منزلتك على الغير وازداد غنى ورحم سرورا وبجد ونورا يا محمد ابشر وقدر الشر في الكائنات اعلى بظلمك ونباشر وظل المخلوقات بظلمك وليما غشي ومما خلق الله تعالى الا جعل الى امرك طائيا ولمن قل انك شامية وسيمانيك المعير بذمامك يزدجير وعظم الله بالغسلة الشعب لمنك برسالة واشهد ان الله بالقمر والديب يهدك على بيل وواجبك القريب بركة موك المراد بيل جميع وعليك مستاقة وجبريل شاهم وسم لك وذك والأعلن بذكرك في الآفاق القمر مأمور لك بالإنسقاق اللهم صل وسلم وبارك عليه وقل امين في الاقوام عليهم وتشهد من فوق نورك مدثر الاشراق نورك ربما الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنصر وطال السماء تلك الاسماك ووجهها ومدثر للملك نور السمك إذ أقبلنا حليما يا مضوى وعمل نظام السياك يقول وغريبا ولد الملك قالوا يا محمد ما أنت من غريب من الله كريم ويمنع له صفي وحبيب قال حليم ذو وحيدة قال الملك يا محمد من الملك وحيدة من صاحب طيدة أمين وصاك المنذيب حميد المجيد ويوانا الإخوان من دمين الملك وقبضا وأبقى ذو وحيدة قال حليم ذو يتيمة قال الملك ذو لله يدرك من يتيم فإنك أمرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليك. فلما رأى الحليم يضمن سلام من الأول وجعل به مسواك وضل عين الأضلال ثم قسم خربه على بعض الأموال وعادت عليه ما من أمر به وما كان فقلت لأعلم جميعا زمزم والمقام وارغم والميمين الحرام اغفر من القرى وارضي عن رحمه من هذا امك المنام وقال وحرمت الملائكة العلام شاء ان ارغم كفاحا لا اشكر في ذلك ولا اقضم قال له الكائن وابشر ايها الغلام فامر بصحيح من الاعلام والموهوم من الانبياء وقبل ما خدم عليك ايها الزيم والمجبر الاضعاف للانسان وقال وسيخاطبك الجليل ومن ذا الذي يحوز ولا مرحبا من الظهر وانبئهم وسوف معناك يقصر الانسان مادح المدير اللهم صل وسلم وبارك عليك. وكان صلى الله عليه وسلم انسان الناس خلقا وخلقا وهداهم الى الحق طرقا كان خلقه القران وسمعه الغفران ينصحون الانسان ويفصحوا في الإنسان وينفوا أن ذنب إذا كانوا في حق وسببي إذا دعي حق الله لم يكن حرض لغضبي ما رأى وبدا أبدا هبا وإذا نعيم المسكين أجابا يقول حمان قبل الأرض نورا وقلبي يبذل من مسلم من يشوى النورا من نظره في وجعه عوالم من الله يسمي وجعه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم لم يسمي غماز ولا أياب إذا سفك عمنا وجعه رقيدة القبر وإذا كلمنا يصرف عمنا من ججعنونا من كلامه من أحلى السمر وإذا تبسمنا مصر عمنا شريح بي الغمام وإذا كلمنا عمنا
الدنيا يسقط من ذلك الكلام إذا نحر غزام يعود المسك يخرج من فيه إذا مر بطريق عرف من دبيع له قدر مر فيه فإن عجل مسلا في مجرى مواصل بكبير مرتب في أياما وإذا غياب وجد ومن المفسى ونوتيب وإن لم يكن قد طيب وإذا مشى من أصحاب يوم كبر وكبر وبين النجوم السؤال ليلة أكبر ليلة مكعون الناس من نور في أول النور فكان صلى الله عليه وسلم أدعوانا بالخير من ناره المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واس في بارع ومن مدين محمد سودا في حلة حمر أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقيل لبعضهم كأن وجعوا القمر وقال بل أفواء من القمر إذا لم يحلوا له القمر بل غشية الجلال وقضى إليه الكمال قال بعض واسفي ما رأيت قبله ولا بعده مثله فينجز لسان البليغ إلا أراد أن يحسي فضله فسبحان من قصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى واشكر ميلا قام يرسين أو أضلها ويده بالمعجزات التي لا رشع أو مفاو من عصاد كما يمعني ما يعوجه أن يستقصى وأبطاه خمسا لم يغنين حيدا قبله وتاعوا جوامع الكريم ولم يدعوا لك حين بدلا مكان له في كل مقام إنه مقام ولكل كمال من الكمال لا يحول في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا بالصواب اللهم صل وسلم وبارك عليك ما عسى أن يقال في من وسمع القرآن وأقرب أنف الله للتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين يعلم كلامه وقل اسمع مع اسمي ذنبيا على ألو مقامه واجعل رحمة للعالمين ونورا وملاء بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه صل على النبي محمد لك مالك يا بدر من أنسى كلك مالك ماذا يعبر عن علاك مقالي ماذا يعبر عن علاك مالك يا بدر
كفارة من عنز كل كماليك يا كفارة من عنز كل كماليك ماذا يعبر عن لك مقالي ماذا Halo, Ben. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. Halo, wah putih.
negara lho. Ayo. Wah, betul. Kata Arab yang mana. Bapak. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ila imanim al-umma, min al-afat wa nikma. Ila isanim al-umma, min al-afat Rasulillah wa qul mujahidinillah bi ahlil bad ya Allah. إلى خدرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستنجد شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلي وأصحاب سالكنا على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدائل حرمته وانصرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في منخه ونصرته وأقي دائم المسكين وسنته بسنته وطاعته وأمسنا على خبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يسمعون للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل في مأ الغافلين أنك ولا أدرى ولا أنه قد رسل. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبا وشرت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم القدوان للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من سواد هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهر. اللهم اجعلنا من آلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأخينا بدعائك مسهول وإذا توفنا وتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير جمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين
اللهم اجعلنا هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسكنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سرمدا هنيئة لا تدمغ بعدها أبدا. فاغسرنا تحت لوائه هدى. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المستكون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخذ بوصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيسي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترم نمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترم نمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بالله سلني فتاك روحي ودمت من الأجر والسدود. بالله سلني فتاك روحي دمت من الأجر والسدود. ما أصحب الأجر من حبيبي وليلة الوصل من قعيدي. ما أصحب الأجر من حبيبي وليلة الوصل من قعيدي. اللهم صل على محمد يا ربي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ويا ليالي الرضا علينا أوديك لا يحضر منك أودي. ويا ليالي الرضا علينا أودي ليحضر منك أودي. أودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود. أودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل على وسلم. صل على محمد يا رب صل على وسلم.
يمن إذا غربت الجفان يسيل دم على خدود يمن إذا غربت الجفان يسيل دم على الخدود من أنكر العادلون وجدي فأكمئي في الأواشهود من أنكر العادلون وجدي فأكمئي في الأواشهود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إنك لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كنوا رجعنا بكل خير وتأبى الفرع والأصول ثم الصلاة على النبي وآله الركع والسجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Yes, and you know, you are. Informasi kepada para jamaah, di dalam makam telah disediakan tempat sampah. Jadi setelah nyekar itu ada yang namanya kresek putih. Masukkanlah di tempatnya supaya tidak mencari di mana tempat yang harus semestinya dimasukkan. Sekali lagi, seluruh sampah masukkan di tempatnya agar sampahnya tidak mencari-cari. Karena ini bagian kebersihan telah mempersiapkan sejak sebulan yang lalu kuburan bersih, jadi jangan sampai ada sampah berserakan. Kepada seluruh warga masyarakat Pesawahan dimohon untuk segera berangkat menuju ke makam karena acara nyekar bareng Hall Akbar dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan sekaligus megengan khusus warga Pesawahan sehingga acara tidak terlalu malam. Saya ulangi lagi, mohon kepada seluruh warga masyarakat Pesawahan dimohon untuk segera menuju ke area makam. Panas kita tanggung bersama. Oke? Nah, masih bersama Jamiah Khatmir Quran Santri Deso. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu أصقال أسكيا السلام علي زائل الأنبياء السلام علي أصقال أسكيا Yeah.
السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أصفى السلام عليك يا إله الأنبياء، السلام عليك أفضل الأخياء، السلام عليك يا أحمدي يا حبيبي، السلام عليك السلام عليك أحمدي يا حبيبي، السلام عليك دعاء يا طبيبي، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أشقر أشقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أشقر أنبياء، السلام عليك أحمد يا محمد، السلام عليك دعاء يا ممجد، السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام عليك
دلوني فادني حرام
سليم دا إيمان على أحمد صلي وسلم دا إيمان على أحمد والآل والأسد بمن قد وحدا والآل والأسد بمن قد وحدا صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأسحاب بمن قد وحدى والآل والأسحاب Saben malam Jumat ahli kumpul mulinang oma kanggo jalu wacan wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi lanjur balik brebes mili balik nang kuburan mangku tangan tetangisan salli wa sallim da iman ala mada salli wa sallim da iman ala mada wal-ali wal-adham iman qad wa hada والآل والأسحاب بمن قد وحدا كبجد تمنان غير أنا ترنكو كوي أرى ويران ممن تنغالنكو لامن أكو بيسو بالي balining alam dunyo bakal tak ring kesi dunyo kusing isi ono salli wa sallim da iman ala mada salli wa sallim da iman ala mada اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Sebelum dimulai saya informasikan kepada seluruh para jamaah di dalam makam telah disediakan tempat sampah, jadi setelah nyekar itu sampah plastik atau yang lainnya mohon dimasukkan di tempat sampah. Sekali lagi, bagi yang membawa sampah, wadahe kembang. Bawa kembang di lebono sampah, sampahnya dimasukkan di tempat sampah. Nah, ngoten maksudnya. Kok nyoling-nyoling, Mas? Loh, dipaten. Maka, okay. Ditata niatnya, kita adalah dalam rangka berdoa kepada leluhur kita dan acara kok nyoling mas kok nyoling no kata rapi no. Dan saya informasikan bahwa acara ini diliput langsung oleh Point TV ya, nanti bisa dilihat secara langsung dan mohon subscribe nya langsung YouTube masuk YouTube YouTube ku bahasa apa ya karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bini sepuh, wabil khusus seluruh warga masyarakat Pesawan rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehat lahir batin, sehingga pada sore hari ini bisa tumplek-blek di area makam Islam Pesawan dalam rangka Khol Akbar atau nyekar bareng Desa Pesawan yang dipelopori oleh keluarga besar Jamiah Khotmil Quran Santri Deso, yang didukung sepenuhnya oleh seluruh Banom NU, mulai dari NU Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, IPNU, IPP NU, JKH NU, Lazisnu, Pagar Nusa, semua ikut andil di dalamnya. Kedua kalinya mudah-mudahan sanjungan salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua dari jalan kesesatan serta kedoliman menuju jalan yang terang benderang, jalan yang diridai oleh Allah, yakni yang berupa ad-dinul Islam wal iman. Dan yang terakhir, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada seluruh elemen masyarakat Pesawan yang ikut serta mendukung acara Khol Akbar atau nyekar bareng yang dipelopori oleh Jamiah Khotmil Quran Santri Deso dan seluruh Banom NU, sehingga kegiatan pada sore hari ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk menyingkat waktu, marilah acara sore ini kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua, yakni pembacaan surat Yasin, dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Hamim dan dilanjutkan dengan bacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Khairul Anam, dan selanjutnya tazkirah iling piling Maidatil Hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, yakni panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sugiono, dan nanti kita sempurnakan permohonan doa kepada yang bersangkutan secara berturut-turut. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baiti. Ghafarallahu lana wa lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلى حضرة آبائه وإخوانه وللأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وإلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا سماء الوارح على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغربها بريا بحرها غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنسسنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما ليس لكم أجرا ومهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامد يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها فأورثنا منها حبا فمنه يأكلون
واجعلنا فيها جنة من نخل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أزواجهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سبيق النهار وكله في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ومن يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما أنبثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سهول فاكهون هم وجوههم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم من يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألا أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنا ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما
يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العليم استغفروا ربكم إنه
كان غفارا استغفر الله الذي ما استغفر الله الذي ما استغفر الله أستغفر الله الذي ما استغفر 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 الله الذي ما الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله نعم الوكيل ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باقي لا يموت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى النبي صلاة الله لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله بي يا الله بي يا الله بحزن الهادم يا الله بها يا الله بي يا الله بحزن الهادم يا الله بها يا الله بي الله بحزن الهادم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين رضا الله الفاتحة Hadirin para jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah tadhkira iling pailing yang akan disampaikan oleh panjenenganipun al-mukarrom Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sugiono selaku Ketua Majelis Wakil Cabang Porong. Untuk itu kami mohon dengan segala hormat dan khusyuk untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan tanpa ada satupun yang meninggalkan tempat dan nanti ditutup dengan permohonan doa kepada panjenenganipun kawula sumanggaaken dan pintu kuburan ditutup. Masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Pesawahan, badan otonom maupun lembaga yang ada di Ranting Nahdlatul Ulama Pesawahan, para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ranten sore niki kula sampeyan sedaya dengan difasilitasi oleh Ranting Nahdlatul Ulama Pesawahan
didukung oleh badan otonom maupun lembaga NU Pesawahan. Kula sampeyan sedaya dihadapkan pada sebuah tempat rumah masa depan. Rumah masa depan yakni rumah setelah alam dunia, yakni di alam kubur, alam barzah sebagai alam persinggahan untuk menuju alam akhirat kelak. Poros derek BJNU matur suwun, kreatif saking ranting Nahdlatul Ulama niki merupakan sebuah wujud dakwah. Dakwah gawe pengiling kula sampeyan sedaya. Kula sampeyan sedaya dinasehati, kula sampeyan sedaya diworo-woro, eling mati. Dan saat ini kula sampeyan sedaya di bawah ke sebuah tempat yakni kuburan makom alam barzah. Bab napa para sederek ingkang menika muga-muga dengan kehadiran ingkang kados mekaten panjenengan ndherek memandang maesan, maesani bapak, maesani mak, maesani mbah. Kita memandang sebuah tetenger pemakaman wonten dusun Dungan niki Pesawahan nggih. Niki muga-muga ndadekno kula sampeyan sedaya eling terhadap kematian. Aksiru dikroha di milladat. Perbanyaklah mengingat sebuah peristiwa yang bisa memutus keledatan. Napa dulur? Peristiwa yang bisa memutus keledatan kula sampeyan sedaya. Mutus ledate rasani mangan, mangan soto iki ya apa wis gak doyan gak arep. Nggih. Putus ledate ngombe to putus ledate peristiwa ono alam donya yakni peristiwa kematian yakni al maut yaitu mati. Bab ne wis mati ngenten iki. Sesuatu hal apa yang kita alami ketika hidup di alam dunia semuanya akan berpisah dengan kita sekalinya. Terus poros derek sing ingkang mulya. Barokah nek kula sampeyan sedaya eling mati. Setiap saat eling kita ingat akan kematian bahwa manusia ini akan mengalami semua kematian setiap makhluk yang bernyawa termasuk kula sampeyan sedaya sebagai insan manusia hamba Allah akan mengalami peristiwa kematian. Cuma kapan kita ini mati dan di mana kita ini mati, kita semuanya tidak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mangkane cocok nek dawuh Kanjeng Nabi kula sampeyan sedaya dikongkon memperbanyak peristiwa ingat akan ikan mati, ingat akan peristiwa mati, mati sak wayah-wayah. Kula sampeyan sedaya padha gak rune. Muga-muga niki para sederek akan menambah sebuah hikmah kang kula sampeyan sedaya. Hadir ana ngeten iki, untuk kula sampeyan sedaya eling, eling mati iki gak disangka-sangka kapan kita mati padha gak rune. Akhirnya kula sampeyan sedaya akan menyegerakan tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dimingi sembayangi durung jangkep muka-muka dengan panjenengan di bawah ke alam yang seperti ini ingat muncul akan mati ya nek awak meniki dicukup Gusti Allah. Akhirnya boros derek sing sembayangi durung jangkep dadi jangkep, sing durung tahu sembayang blas iso melok sembayang, mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah kenyataan yakni kematian. Niki penting kangge kula sampeyan sedaya. Terus poros derek sedaya menika sebuah hikmah yang harus kita ambil. Kula sampeyan sedaya ngeten niki sebagai wujud syukur marang Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud terima kasih marang leluhur. Sampeyan pandang
maesani bapak sampean, maesani mak sampean, maesani mbah-mbah sampean, itu adalah orang-orang yang banyak berjasa kepada kulolan panjenengan sedoyo. Bab nopo para sederek dengkam nulyo leluhur kita sekalian, orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita adalah orang yang banyak berjasa kepada kita sekalian. Wajiblah, pantaslah kalau kita ini berterima kasih pada beliau-beliau, karena beliau-beliau ini wis gak arep donya pondo. Beliau saat ini membutuhkan doa kulolan panjenengan sedoyo. Bab napa para sedherek sing kami mulya, mbah-mbah kula sampean, mak bapak kula sampean biyen-biyen uripe soro. Nggih. Bapak emak dewangi derep. Ini derep mriki nggih. Biyen. Ya. Boro ani-ani, boro macul, dadak tandur. Nggih. Gawe sapa? Ya gawe mempersiapkan putra-putri ini. Nggih. Gawe nukokno karangan, gawe nukokno omah. Kae bandani sekolah, kae bandani ngondok no anak. Ini adalah jasa yang tidak boleh kita lupakan. Saat niki para sederek sing kang mulya, kita waktunya untuk berbakti kepada beliau-beliau, memperbaiki hubungan kepada beliau-beliau. Terus ya nopo carane wong beliau-beliau ini sudah meninggalkan kita? Beliau-beliau ini alamnya sudah tidak sama dengan kita. Beliau-beliau ini ada di alam barzah. Bagaimana kita bisa membagusi hubungan dengan beliau-beliau? Dawuh kanjeng Nabi, terus mudi kanjeng Nabi enten diabat angget. Yang sepakulo niku pun pecah. Ya napa kula oleh ngapi hubungan kali wong tua kula. Istighfaru lahuma, tau sembuh, tau no sepuro wong tuamu. Loro, lho ngeten iki. Alhamdulillah, hikmahe bareng-bareng ngeten iki. Sing biasa gak kulino nang kuburan iso melok bareng-bareng nang kuburan. Sing biasa gak ro kuburane mbane, gak ro kuburane bapakne, gak ro kuburane makne, akhire bareng-bareng sak tangga iso gedhok tular takon kanan kiri meskipun takone gak patik get. Nggih. Endi waktu kuburane Mbah? Ini bisa. Makanya kalau sampai istilahnya kutuk muji syukur ditinggali Mbah Hasyim Nahdlatul Ulama. Sampai ini gak ngerti mau takoni lah apa meneng-meneng nang kuburan. Iku kan dasar hukum. Misal upen gak usah repot-repot. Aku melok kiai, aku melok Nahdlatul Ulama ngoten mawon. Bab ngeten iki liyane NU gak pati ono ngeten iki. Iya. Dianggap tungone wong mati, wong urip nang wong mati gak nyambung. Nggih. Lah niki penting kangge kula sampeyan sedaya. Nek sampeyan iki gak usah jawab ruwet-ruwet. Wis nek tak takon dasar hukume gak ruwet-ruwet. Aku sing penting nderek iya kiai. Aku sing penting melok grubiyukane Nahdlatul Ulama. Nggih. Lah niki alhamdulillah para sederek dengan difasilitasi ranting ingkang kados mekaten kita ingat nggih, kita ingat bahwa kita ini hidup bersama-sama, kita hidup sosial dan tidak bisa melupakan dengan yang lain. Nek wis ro sampean mandang delok maesan delok kuburan ngene iki lho urip kate sombong iki lho ya apa nggih, mati gak iso budal dewe, mati gak iso atus dewe, mati gak iso akhlak kelamben, mati butuh dikelambeni wong liya. Mati butuh diterno wong liya. Niki hikmah yang luar biasa. Muga-muga iki dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dine eling kuburan ngene awak kate urip mendeng celeng ya apa rek, mati padha karone. Nggone awak mati mesti butuh wong liya. Ini kate tukaran karo dulur. Padahal nek ana kematian iki sapa sing napa mara dhisik layo dulur. Ngene kate gapi karo tangga, nek mati iki sapa awak sing ngoyong-ngoyong rene awak gak iso budal dhewe. Sapa sing tak riuk dhisik? Sapa sing teko dhisik nek gak tangga? Iki hikmah yang luar biasa. Ingat akan kematian, ingat akan peristiwa yang memisahkan dengan keledatan
yakni mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi waras derek iki muka-muka manah kula sampeyan sedaya iki gak sampe lali, gak sampe kali karo mbah, gak sampe lali karo bapak, gak sampe lali karo emak. Bapak-bapak 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu boten sami kadane kados mekaten. Zaman biyen wong tuwa biyen dolek wong sembahyang 5 waktu jangkep niku jarang nggih. Ngene iki tego sampean kate ngeculno. Nggih. Zaman biyen mbah-mbah kula sampean sedaya dolek wong jangkep 5 waktu niku lho gak pate gak ono. Ya. Nggih, gak ono sak sawane lho nek diitung. Gak ono 10 omah sing sembahyang jangkep dan itu termasuk leluhur kula lan panjenengan sedaya. Padahal beliau sudah di alam barzah, terputus semua amal-amalan, terputus semua kegiatan, terputus semua ikhtiar untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sinten katene sing jauhno sepuro. Niki kula sampeyan sedaya sing urip. Wong tuwa biyen rek nyambut gawe soro-soro digawe tuku omah, digawe tuku karangan, alhamdulillah awak gak melok tuku, awak kari ning nggoni. Aku dikek rezeki karo Gusti Allah. Tak sedekah jariah kanggo mak, kanggo bapak, tak lebokno masjid. Sedekah jariah gawe mak, gawe bapak, tak lebokno gawe bangun langgar keabian. Ini adalah sebuah bakti yang luar biasa dari seorang anak, seorang cucu yang ingat jasa leluhur kula lan panjenengan. Marlam malam yaskurinas lam yaskurillah. Sing sapa wonge gak iso pinter nedha nrimo marang sepadan manusa, alamat wong iki gak iso syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan seperti ini kula sampeyan sedaya sangat berterima kasih kepada leluhur. Mangkane para sederek sampeyan sadurunge ziarah nang mrono-mrono, sampeyan ziarah nang leluhur panjenengan. Sampeyan sadurunge nang wali limo, nang wali songo. Gak ono lereni, lho tatakno nang kuburane bapakne gak tau blas. Nggih. Niki muka-muka jabatane niki akan menimbulkan sebuah hikmah yang luar biasa dumateng kula lan panjenengan sedaya. Para sederek muka-muka kegiatan ngeten iki dadi kegiatan ingkang istiqomah. Pun adik diniati macam-macam, pun adik diomong macam-macam. Ini adalah sebuah media dakwah kangge kula sampean sedaya. Nggih, sing gak tau nang kuburan krana bareng-bareng akhire nang kuburan gak isin. Nggih, pomane iki menghadapi Ramadan. Muga-muga pintu taubat terbuka bagi kula lan panjenengan sedaya. Nggih. Sing durung tau traweh muga-muga Ramadan iki iso melok traweh, sing durung tau poso muga-muga Ramadan iki dikek Gusti Allah poso jurune wulan suci Ramadan. Nggih. Kanten ingkang saged kula aturaken muga-muga mboten manfaat nggih. Muga-muga dakwah ranting Nahdlatul Ulama pesawahan iki durung pate ana. Ranting liyane koyo ngeten mboten dereng pate ono. Apa maneh iki di live streaming. Nggih. Yeah. Mlebu YouTube. Mangane kok sampeyan delok YouTube diliput oleh Poin NU MBC Porong. Sampeyan klik ngene. YouTube sampeyan tulis Poin TV MBC NU Porong. Kok sampeyan tul ngene, ora muncul kuburan sawane. Ketok kabeh nggih. Kowe jati ketok, pendosa ketok. Nggih. Yeah. Lah niki iki dakwah lho kok lho iki ranting sawan sing mulai niki nggih luar biasa muga-muga pengurus daya pengurus NU pengurus masjid dikei kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih kula sampeyan sedaya gak iso dadi pengurus yang dukung ya apa kirane dadi kegiatane pengurus iki kegiatan dakwah iki tetep siar alhamdulillah. Wes masih penting ini untuk kegiatan ini gak apa-apa ini karena kegiatan lho durung karuan kalau sampai istri iso melok gak ada tali lho sampai durung karuan kisah
talil. Kano arisan ini dirung karuan sampai ini kanggonan talil ngirim tu tungol. Iki wes gak usah dipikir towo-towo matek bodoh garu garu nih ya. Wes muka-muka lagi daya Allah Subhanahu Wa Taala ahli kubur kula sampai sedoyo tokoh-tokoh agama yang telah meletakkan dasar akidah Ahlussunnah Wal Jamaah khususnya di ranting pesawat niki muka-muka di sepuro dini Gusti Allah Al-Fatihah. Iya kena kudu ayah kena istimewa sebagai mukminya sebagai dalaminya. Wa masyaallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim. Bi barakati khatmil qur'anil adzim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa fu annaka ya karim wa fu anna ya rahim. Waghfir lana dunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami ya Allah, ampunilah dosa ahli kubur kami ya Allah. Mereka yang sangat berjasa kepada kami ya Allah untuk membentuk dan membangun kehidupan kami ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Terimalah amal mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan syuri ini ya Allah kegiatan yang membawa hikmah bagi kami ya Allah. Kami diarahkan ke tempat rumah masa depan ini ya Allah. Bangunlah pada jiwa kami ya Allah, akan terus ingat akan kematian. Ingat bahwa kematian itu akan datang sewaktu-waktu pada kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, tanamkanlah pada jiwa kami ya Allah senantiasa beriman kepada-Mu ya Allah, senantiasa beriman kepada Rasul-Mu ya Allah, senantiasa taat dan patuh apa yang Engkau perintah ya Allah, dan menjauhi nopo ingkang panjenengan larang ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, yasilah kehidupan kami ya Allah dengan hiasan sebuah amal perbuatan menuju ridha-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah sisa umur ini ya Allah, umur yang barokah. Panjenengan maringi ilmu, ilmu ingkang barokah. Panjenengan maringi rezeki kepada kami, rezeki ingkang barokah. Panjenengan maringi anak turun kepada kami, anak turun yang barokah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami beriman kepada-Mu, beriman kepada Rasul-Mu. Kami juga beriman ngandel nek kematian itu ada ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tanamlah kepada jiwa kami ya Allah senantiasa ingat kepada-Mu ya Allah, mahabbah kepada-Mu ya Allah, mahabbah kepada Rasul-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai berterima kasih kepada orang lain ya Allah, berterima kasih kepada leluhur kami ya Allah, berterima kasih kepada orang tua kami ya Allah, untuk menuju syukur kepada-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa mawhul muwafiq la wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi acara nikar bareng atau doa bersama Khul Akbar di makom Islam Pesawat. Hadirin rahimakumullah,
mewakili dari seluruh jajaran panitia nyekar bareng. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, setelah maghrib ini ada acara berlanjut yakni ruat deso. Untuk itu bisa langsung menuju ke area makam karena sudah disediakan tempat untuk duren. Setelah itu lanjut adalah pembacaan sholawat Nabi oleh putra putri kita semua warga pesawahan, sholawat tiba dan jam 8 ke atas sampai bubar dilanjutkan yakni terbang jidor. Untuk itu kami mohon kepada seluruh yang saya sebut yang berkenan untuk hadir dimohon untuk bersama-sama hadir di area makam. Terima kasih. Oke, lanjut untuk grup sholawat santri deso yang dipandu oleh Mr. John. Sholal Nabi Muhammad. Hati-hati nek apa Bu, Pak. Itu ada mesan ngadek-ngadek. Ayo sholawat, lanjut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bani zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلي للظالمين للظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلي Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
Sallallahu